الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: جبهة النصرة تطلق سراح 5 عسكريين واجتماع أمني في السراي لبحث المستجدات. لقاء سيدة الجبل يشدد على نبذ التطرف، والسنيورة يقول: نريد رئيسا ينحاز لإعلان بعبدة لا للمحاور الأقليمية. فصائل الثوار يطلقون معركة تحرير معسكر وادي الضيف، والكتيبة الفلبينية في القوات الدولية في القنيطرة تنسحب إلى مقر آمن. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: تعثر بايرن ميونخ، وبالعربي يقود ليفركوزن إلى فوز مثير في البونسليغا. وأهلا بكم إلى التفاصيل. الفرحة التي عمت الشمال وأقليم الخروب والبقاع بعد إفراج جبهة النصرة عن 5 عسكريين محتجزين لديها لم تكتمل، بانتظار جلاء مصير العسكريين الأسرى الباقين لدى المجموعات المسلحة في جرود عرسال، في وقت ينتظر أن يعقد في السراي الحكومي اجتماع أمني عند 6 لمتابعة هذه القضية. سياسيا، برز اليوم لقاء سيدة الجبل الذي انعقد في الأشرفية بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، والذي أكد أنه أقرب بانتمائه للحاضرين المشاركين في اللقاء من الذي يرفع راية ولاية الفقيه وراية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة. إذن البداية من خبر إطلاق سراح العسكريين 5، إضافة إلى الاعتصامات التي طالبت بإطلاق سراح العسكريين الباقين. انقسم المشهد إلى قسمين، الأول فرحة عارمة والثاني غصة وحزن. لم تكتمل فرحة أهالي العسكريين 5 الذين أطلق سراحهم مساء السبت وسلموا إلى ذويهم صباح الأحد. فلبنان ما زال ينتظر الإفراج عن جميع العناصر المختطفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وفي وقت كان العسكريون المفرج عنهم يتوجهون إلى أحضان ذويهم، كان أهالي الذين ما زالوا في عهدة الجماعات المسلحة يقطعون الطريق الدولية في بلدة اللبوي وبعلبك لبعض الوقت. وطالب المعتصمون الدولة بالعمل على الإفراج عن أبنائهم، كما طالب الشيخ مصطفى الحجيري الذي ساهم في إطلاق سراح العسكريين 5 أن يساهم في إطلاق الباقين. في مشهد الفرح استقبلت بعلبك الدراكي المفرج عنه صالح البرادعي بالفرح ونثر الأرز وإطلاق النار. بدي أنور فؤاده، وبطلب من مصطفى بوطائي يفك أسرون ويفك أسر الشباب كله، يعطونا أولادنا قاطبة كلهم دفعة واحدة. هاي اللي بتأثر عليهم هن وبتأثر على الدولة كمان. نحن ضيعة مسيحية بين كرة سنية، إلي 26 سنة بصلي بإيدي على وجهي بكل مناطقهم، ولا مرة حدا تعرض لي. نحن منستنكر اللي صار بالأشرفية، ومنقول إنه نحن ما منتحمل مسؤولية اللي صار، ونحن نتبرى منهم، لأنه نحن ما منقبل أبدا على نفسنا تنقبل على غيرنا إنه ينمس بأي من الطوائف. مشكلتهم مع حزب الله نحن ما دخلنا فيها. ومن البقاع إلى عكار، حيث غمر الفرح بلدتي مشحى وتكريت اللتين استقبلتا العسكريين أحمد غي وإبراهيم شعبان، اللذين أكدا أن جميع العسكريين المخطوفين بخير بما فيهم الجندي علي السيد الذي قيل إنه ذبح. إنه الأسرى جميعا بخير، حتى علي السيد، جميع الأسرى، وإن شاء الله الله لا يحرم لحدا، وإن شاء الله كل مفقود بيرجع لأهله، والله لا يفرق، والله يجمع شامل كل عائلة، الله يجمع شامل. ولكن نوجه صرخة لهول الناس انه هن هول العسكريين شو ذنبهم؟ هلا اليوم في مزيج بين الفرحة والقلق. الفرحة انه نحن في عنا اسيرين تحرروا من عكار، ولكن في بعض عنا اسرى من عكار بعضهم موجودين لدى هذه المجموعات المسلحة. وعليه فتشير معلومات المستقبل إلى أن الشيخ مصطفى الحجيري مستمر بوساطته من أجل إطلاق باقي المخطوفين، والأجواء إيجابية. وللإطلاع على أوضاع عكار والمناطق المحيطة ننتقل مباشرة إلى مراسلنا هناك زياد منصور. زياد، ما هي آخر التطورات في موضوع تحرك أهالي العسكريين، وما هي أوضاع العسكريين المطلق سراحهم؟
هنادي، أبدأ من حيث انتهى التقرير. بالفعل هناك بعض المعلومات التي وردت مع بعض أعضاء اللجنة التي قامت باستقبال العسكريين الأسرى، إلى أن حالة العسكريين، كل العسكريين في حالة جيدة، وبالتالي حتى علي السيد قيل وتردد على لسان أعضاء اللجنة أن هذا الفيلم الذي تم عرضه على وسائط التواصل الاجتماعي هو مفبرك، ويتمنى الأهالي بالفعل أن يكون كذلك. رافق هذا الكلام كلام آخر عن أن مجموعات أخرى من الخاطفين يوجد لديها عدد آخر من العسكريين وهم بحالة جيدة. هنا أنا موجود في خيمة الاعتصام، هذه الخيمة يتواجد فيها عدد كبير من أبناء المنطقة الذين هم مصرون على الاستمرار بتحركهم. بعض الشباب توجهوا إلى منطقة شكة لقطع الطريق الدولية بين طرابلس وعكار، أيضا للضغط على الحكومة وللمطالبة بكل من يستطيع التفاوض القيام بواجباته في هذا الصدد. طبعا نحن لاحظنا أنه يوجد إعياء شديد على العسكريين، هم رفضوا الكلام أمام وسائل الإعلام، ولكن شكروا كل من ساهم في الإفراج عنهم. الجو هنا ما زال جو كما أستطيع القول جو مخضوض، وبالتالي الناس تنتظر استكمال كل الخطوات للإفراج عن العسكريين الآخرين، مع معلومات أن الساعات المقبلة ستحمل بعض أيضا الإفراج في هذا الصدد. طبعا سمعنا كلمات من عائلة الأسير جورج خوري ومن عائلات الشباب الآخرين في بلدة فنيدق، كلها تراهن على الضغط على المجموعات المسلحة للإفراج عن الأسرى، بالإضافة إلى الطلب الجدي من الشيخ مصطفى الحجيري للقيام بواجباته في هذا الصدد. إذن التحركات مستمرة، عكار لن تهدأ قبل الإفراج عن سائر العسكريين من أبناء هذه المنطقة. نعم هنادي. شكرا لك زياد منصور من عكار. في هذا الوقت أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أن الأوضاع على الأرض طبيعية حاليا في عرسال، منبها إلى كون الشائعات كثيرة في هذه المرحلة. وعن مصير الرقيب علي أحمد السيد الذي بث الإرهابيون صورا له تظهر استشهاده، أجاب قهوجي لصحيفة المستقبل: رأينا الصور مثلما رآها كل الناس، وأردف الصورة صورته، لكن علينا أن نبقي الاحتمالات مفتوحة دائما. وفي نفس الموضوع، هنأ عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أهالي العسكريين الذين أفرج عنهم بالأمس، متمنيا عودة من تبقى منهم في أقرب وقت ممكن. وشكر الجراح في بيان الشيخ مصطفى الحجيري على جهوده الكبيرة وتضحياته، داعيا إياه إلى الاستمرار في جهوده الخيرة وعدم الاكتراث لأصوات النشاذ التي تسمع من وقت لآخر، والتي أرادت توريط الجيش اللبناني بدماء المدنيين، وللفتنة أن تستمر وتنتشر. كما توجه جراح إلى أهل العسكريين بالقول: لا تسمحوا لأحد أن يستغل مأساتكم في مشاريع فتنوية على حساب حياة أبنائكم وأشقائكم وعلى حساب أمن واستقرار لبنان. عقدت عائلة الجندي المفقود في الجيش اللبناني يحيى خضر مؤتمرا صحفيا في بلدة عسقي قضاء الضمني بحضور وجهاء وفعاليات المنطقة وأفراد العائلة. وقد تحدث كل من والد خضر ووالدته مطالبين قيادة الجيش بضرورة العمل بسرعة لمعرفة مصير ابنهم المفقود بعد الكمين الذي تعرض له الجيش مؤخرا ولم يعرف مصيره حتى الآن. كما ناشدت العائلة الجهات الخاطفة الإفراج عن ابنها في أسرع وقت، متمنية ألا يدفع ثمن ذنب لم يرتكبه. أصدر وزير العدل اللواء أشرف ريفي بيانا أكد فيه أنه بعدما أوردت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن شبانا أقدموا على وضع صلبان على الطرقات وأحرقوها، طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تكليف الجهات القضائية المختصة إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة لتثبت من هذه الوقائع ومكان حدوثها وكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم وتوقيفهم، تمهيدا لإنزال أشد العقاب بحقهم، وذلك انطلاقا من قدسية الشعائر الدينية للأديان السماوية الإسلامية والمسيحية، ولعدم جواز المس بها بأي شكل من الأشكال وتحت أي حجة، لأن الصليب هو الرمز الأهم في المسيحية، ونظرا للانعكاسات السلبية والخطيرة قانونيا ووطنيا لهذا النوع من الأفعال المجرمة على السلم الأهلي والوفاق الوطني والعيش المشترك. أعلن لقاء سيدة الجبل في بيانه الختامي تشكيل لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لإطلاق كتلة عابرة للطوائف تعمل من أجل لبنان، مشددا على ألا تمييز بين إرهاب وإرهاب، لافتا إلى أن إدانة الإرهاب الذي يمارسه داعش تستدعي إدانة الإرهاب الذي يمارس بحق الشعب السوري وضد المدنيين في غزة.
اتفق المشاركون في الخلوة العاشرة للقاء سيدة جبل على إنشاء لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لإطلاق كتلة لبنانية عابرة للطوائف تعمل من أجل حماية لبنان وسلامة لبنان الدائم، وذلك على الأسس التالية: أولاً، لا تمييز بين إرهاب وإرهاب، وهذا موقف أخلاقي قاطع. لا يمكن أن نشعر بالإشمئزاز من جرائم داعش ونتغاضى عن جرائم الأسد أو نتكتم عليها. 2، الإرهاب يطال الجميع، الأقليات كما الأكثرية. صحيح أن المسيحيين والأقليات يتعرضون للإرهاب والتهجير على يد داعش، إلا أن معظم ضحايا داعش هم من المسلمين، ومن يتعرض للقتل في سوريا منذ 3 سنوات ليست الأقلية إنما الأكثرية. وكما لأنه ليس هناك ضحية قيمتها أكبر من ضحية أخرى. 3، حماية المسيحيين لا تكون من خلال تحالف الأقليات، إنما تكون معا مسلمين ومسيحيين. كان رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قد شدد في كلمة الافتتاح على أن الإرهاب بشتى أشكاله وأسمائه من طينة واحدة. أضاف السنيورة: أنا أعتبر أنكم أنتم المجتمعون هنا في الأشرفي أقرب إلي من الذين يرفعون راية ولاية الفقيه في طهران أو راية الخليفة في الرقة والموصل، وأنتم الذين تشبهون لبنان مع أمثالكم. نريد أن نبني معا على أساس الثوابت الوطنية والعيش المشترك لكي يتمكن وطننا أن يتلائم مع طموحاتي أبنائه. أنا أعتبر أنكم أنتم المجتمعون هنا وغيركم كثير أقرب إلي أكثر بكثير من الذي يرفع راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية. في طهران أو راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة، لأنكم أنتم تشبهون لبنان وتشبهون شعب لبنان وتاريخ لبنان بماضيه وحاضره ومستقبله، وتعبرون عن حقيقة طموح اللبنانيين إلى مستقبل آمن وزاهر متلائم مع مصالحنا ومع حركة العالم من حولنا. فإننا نؤمن بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو المهمة الأساسية والأولى التي يجب الالتزام بها وتنفيذها من قبل النواب والقوى السياسية لكي يعاد تكوين السلطة في لبنان، والانطلاق في رسالتنا القديمة الجديدة لمواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بلبنان. نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية ينحاز للمحاور الإقليمية أو الدولية، بل برئيس يؤمن بإعلان بعبدة ويلتزم به. نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يحمل مشاريع ثأرية أو انتقامية. نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يتبنى لغة انتصار فريق أو هزيمة فريق من اللبنانيين، بل نريد رئيسا يجمع صفوف اللبنانيين ويحقق المصالحة بينهم تحت لواء احترام الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات، ويعمل على تجنيبهم الويلات والشرور لكي يتوحد الشعب من خلفه. أكد وزير السياحة ميشيل فرعون أن خطر داعش أقل من خطر الغدر والفتنة، وأن المعركة مع هذا التنظيم ستكون طويلة. ولفت فرعون في بيان إلى أننا نرى في بعض البلدان المجاورة التواطؤ بين هذا التنظيم وبعض الأنظمة في الاعتداء على الإسلام المعتدل، ما يعني ضرورة أن نحمي هذا الإسلام الذي يقف في الخط الأمامي في مكافحة داعش والديكتاتوريات التي نخوض معها معركة قيم تطاول أبناء الطوائف طوائف كلها. ودعا فرعون اللبنانيين بدل أن يحرقوا أي علم إلى أن يرفعوا علم لبنان بكل ما يحمله ذلك من رسالة وطنية، فهذا العلم سندافع عنه بكل الوسائل المتاحة، وهو وحده يحمي مبادئنا ويعبر عنها. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. أحمد الحريري يؤكد أن حزب الله أراد استخدام الجيش ضد شعبه في عرسال.
أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان. دعا الأمين العام لتيال مستقبل أحمد الحريري أهالي العسكريين والأمنيين المختطفين إلى الصبر المقرون بالثقة بكل ما تقوم به الحكومة من أجل تحرير أبنائهم. عدل واعتدال ليبقى لبنان، عنوان المؤتمر الذي نظمه قطاع الشباب في تيار المستقبل على مدى أيام عدة في ثانوية قبلياس الرسمية، وقد اختتم أعماله الأحد. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أطلق مواقف عدة خلال مداخلة هاتفية من خارج لبنان، ونقل للشباب المشاركين في المؤتمر تحيات الرئيس سعد الحريري، داعيا أهالي العسكريين والأمنيين المختطفين إلى الصبر المقرون بالثقة بكل ما تقوم به الحكومة من أجل تحرير أبنائهم، لا سيما وأنها لا تترك أي باب إلا وتطرقه، ولا توفر أي اتصال إلا وتقوم به من أجل الوصول بهذه القضية إلى خواتيمها، وخصوصا بعد الإفراج عن 5 عناصر، محذرا من أي مزايدات سياسية أو إعلامية أو فتنوية من شأنها أن تؤثر سلبا على الجهود المبذولة. وأشار أحمد الحريري إلى أن الخطابات الرنانة لحزب الله وحلفائه لا تكفي لدعم الجيش، وإلا كنا شهدنا على دعم إيراني للجيش اللبناني من خلال الحلفاء الذين لا تبخل إيران عليهم بالسلاح الذي يستخدمونه ضد الشرعية اللبنانية. وخلص الأمين العام لتيار المستقبل إلى أن حزب الله أراد أن يستخدم الجيش ضد شعبه في أرسال، تماما كما يحصل في العراق وسوريا من خلال وقوف الجيش في وجه شعبه، وتابع قائلا: من هنا أهمية التوحد خلف الجيش اللبناني ودعمه والحفاظ عليه في هذه المرحلة الأمنية الصعبة، على الرغم من ملاحظاتنا على بعض الممارسات التي ترتكب هنا وهنالك، والتي سيأتي الوقت المناسب للحديث عنها مع قيادة الجيش لمعالجتها. أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة أن الدعوات للتسلح تخدم مشروع ديكتاتوري المنطقة فقط. وأشار زهرة في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى أن أفضل ما يمكن أن نقدمه لقضية العسكريين المخطوفين هو أن نتركها في عهدة المسؤولين عنها. لن يستطيع هؤلاء ولا غيرهم كما حصل في السابق لا مصادرة الجيش باتجاه طائفة أو فئة أو حزب أو ميليشيا معينة، ولا تصنيفه وفرزه على أساس طائفي أو مناطقي. القائد الناجح هو من يربح معركة دون أن يخوضها. تجنب خوض هذه المعارك وتوفير الضحايا اللي ممكن أن تسقط من جيش ومن مدنيين هو انتصار بحد ذاته، وهو ضرب لمشروع الفتنة الذي يخطط له منذ سنوات. هناك عمل ممنهج أولا لدفع البعض للخروج عن طورهم والذهاب نحو التطرف كردة فعل على ما يجري، وثانيا لتصوير الطائفة السنية بكل مكوناتها وكل مناطقة وكل أحزابها وكأنها لا تقبل الآخر. التسلح يستجلب الحرب، أما المقاومة فتأتي عفوية عند الضرورة، وبرجع بعيد عند الضرورة القصوى، وبس توصل الموس للدقن. بينما بالمقابل الدعوات للتسلح هي خدمة لمشروع ديكتاتوري المنطقة، خدمة لفكرة تحالف الأقليات جربناها بالحرب اللبنانية ودفع ثمنها بشكل خاص المسيح اللبناني. تعالوا نتوحد بتصرف الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليس الميليشيات التي تقضم الدولة وتهين وتعطل وجودها. من جهته دعا رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الأحدب الحكومة إلى إعطاء ملف المخطوفين الأولوية القصوى واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إطلاق سراحهم. وشدد الأحدب خلال استقباله وفدا من أبناء باب التباني على أن محاربة الإرهاب توجب على الحكومة ضبط الحدود والتنبه من محاولات ترمي إلى جري مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش، إلى حرب استنزاف مفتوحة مع كل من يقاتل الأسد، وذلك للتخفيف عن نظامه. أضاف الأحدب: كما يجب على الحكومة التنبه والتيقظ من محاولات إحياء المخطط القديم الرامي لزرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وكلنا يتذكر مخطط سميحة مملوك في ظل ما نراه اليوم من محاولات لإعادة هذه الفتنة. أمنيا، نفذ طيران العدو الإسرائيلي ظهر اليوم غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء مناطق النبطي وأقليم التفاح والخيام ومرج عيون والعرقوب وعلى علو متوسط. في طرابلس ألقى مجهول فجر اليوم قنبلة قرب صيدلية عالم في الزاهرية اقتصرت أضرارها على الماديات. وفي النشرة بعد الفاصل:
تعثر مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. شبهة النصرة تطلق سراح 5 عسكريين. لقاء سيدة الجبل يشدد على نبذ التطرف. فصائل الثوار يطلقون معركة تحرير معسكر واد الضيف. أهلا بكم من جديد. في سوريا أطلقت فصائل المعارضة معركة الجيش الواحد في هجوم جديد على معاقل النظام في ريفي إدلب وحلب للسيطرة على معسكري واد الضيف والحامدية. معركة جديدة فتحها الجيش السوري الحر للسيطرة على أهم معاقل النظام في ريف إدلب. الثوار وتحت شعار معركة الجيش الواحد شنوا هجوما عنيفا على معسكري وادي الضيف والحامدية لأهميتهما الاستراتيجية ولإشرافهما على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب. معركة الجيش الواحد امتدت أيضا إلى مواقع النظام في بلدة البريش في ريف حلب، واشتدت المعارك على جبهتي الأشرفية والخالدية فيما كثف الطيران الحربي استهداف المنازل في المناطق المحررة في حلب. القصف طاول حي الحويقة في دير الزور بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط مطار المحافظة العسكري في محاولة من تنظيم داعش اقتحام المطار بعدما استخدم تعزيزات كبيرة. الله أكبر فيلق. وفي حماة دك الثوار المطار العسكري بصواريخ الجراد في وقت أغارت المروحيات الأسدية على اللطامني ومعظم الريف الشمالي للمحافظة. الوسط السوري عايش قصفا عنيفا على أحياء الوعر والرستن وتلبيسة في حمص، ودارت معارك على جبهات ريف المحافظة. الهجوم على جوبر والقابون في العاصمة لا يزال مستمرا، فيما سويت الأبنية في الغوطة الشرقية بالأرض بعدما انهارت القنابل الفراغية على منازل المدنيين. الله بسم الله ونعم الوكيل. وفي الجنوب قصفت شبيحة الأسد الأحياء المحررة في درعا وريفيا، فيما نجح الثوار في اقتحام أحد معاقل قوات الأسد في الحي الجنوبي من مدينة بصرة الشام بعدما فجروا حاجزا لهم. من جهة أخرى أعلن الجيش الفلبيني أن جميع الجنود الدوليين الفلبينيين 75 في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان سالمون بعد نجاحهم من الفرار من مقاتلي النصرة الذين كانوا يحاصرونهم. وأكد المتحدث باسم الجيش الفلبيني أن الجميع في أمان، مشيرا إلى أن آليات مدرعة تابعة للأمم المتحدة أجلت مجموعة أولى تضم 35 جنديا فلبينيا من موقعهم بعدما هاجم مقاتلون سوريون معارضون رفاقهم المتمركزين على بعد نحو 4 كيلومترات. وأوضح أن الجنود 40 الآخرين واجهوا المقاتلين السوريين في تبادل لإطلاق النار استمر 7 ساعات، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من الوصول سيرا إلى موقع للأمم المتحدة يبعد حوالي 2 كيلومترين مستغلين حلول الليلة. ولمعرفة المزيد ميدانيا في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم اتحادي تنسيقية الثورة في دمشق وريفها يوسف البستاني. يوسف أهلا بك معنا، ما هو جديد المواجهات في جوبر وفي باقي ريف دمشق؟ نعم سيدتي، نتحدث الآن ما يجري في حي جوبر الدمشقي، هذا الحي الذي قام النظام بقصفه اليوم منذ ساعات الصباح الباكر بقصف عنيف أكثر من 40 صاروخا ألقاها بالجملة على أحياء حي جوبر الدمشقي. حي جوبر الدمشقي في 4 أيام الماضية للآن تغيرت ديموغرافيته بالكامل، وكأنه نظام يحاول مسح هذا الحي سياسة تدمير. النظام يلقي عناصره على الخطوط الجبهة الأمامية وكأنه لا يأبه لأرواحهم ولا يأبه إن كانوا سيكونوا بخير أو غير ذلك. النظام يقصف أيضا جنوده بسبب القصف العنيف والشديد. في هذه 3-4 أيام سجل أكثر من 400 صاروخ سقطوا على حي جوبر الدمشقي، قصف هائل وعنيف لم تشهده أي جبهة أو منطقة في سوريا جمعاء. لا يمكن أن تتخيلي ما يجري في حي جوبر الدمشقي. جميع الدمشقيين يشاهدون الغبار فوق سماء حي جوبر الدمشقي، وهو من أعرق الأحياء، به آثار تمد إلى الحضارة القديمة في دمشق. النظام يحاول تدمير الحضارة في سوريا، ليس فقط تدمير حي جوبر الدمشقي، ولا تزال المعارك على أشدها في ذلك الحي. عدد كبير من قتلى النظام في الأحياء هناك وفي أثناء محاولة
هي للسيطرة على عدة محاور، منها محور زملكة القريب من حي جوبر في الخطوط الخلفية في المتحلق الجنوبي، ومحور حاجز عارفة، وفي المكان الذي قام الجيش الحر بتفجير بنائين منذ يومين في تلك المنطقة. النظام يعلم في حي جوبر دمشقي ضباط قتل في حي جوبر، أكثر الأعداد تتحدث عن أكثر من 70 قتيل للنظام. نعم طيب هذه هذا القصف على حي جوبر هل أدى إلى حركة نزوح السكان من هناك؟ لا لا لا، لم يتبقى أي سكان في حي جوبر الدمشقي إطلاقا. لا يمكن أن تتخيلي ما يحدث في طيب حي جوبر الدمشقي. طيب لماذا يتم قصف هذا الحي؟ من يتواجد فيه؟ النظام يريد تدميره فقط، الكتائب العسكرية الثورة تتواجد هناك في داخل الحي، مع أن النظام يعني كما نعلم حي جوبر الدمشقي هو شبه في قلب العاصمة دمشق. حركة نزوح كانت في حي التجارة، المدنيين المتواجدين في المناطق المسيطرة عليها من قبل النظام لا تعلم ماذا يجري. هناك خوف شديد من أن يقوم النظام بقصف عشوائي يمتد إلى مناطق التي يسيطر عليها، لأن الطيران لا يعلم، ليس ذات دقة عالية. النظام كما نشاهد يلقي الصواريخ في مظلات، هذه المظلات يمكن أن تأخذ الصاروخ هنا أو هناك. العديد من النقاط النظام تم قصفها من قبل النظام، فالنظام كانت ردة فعله جنونية. لا نعلم إن كان النظام يريد أن يدمر حي جوبر الدمشقي ويسعى في تدمير ما تبقى من البلد. يعني ما يجري هناك يعني شيء غير مفهوم. هناك غارتين على بلدة زملكة، هناك غارة جوية على بلدة نشابية، هناك جرحى هنا وهناك، هناك أيضا لا ننسى أيضا يعني قتل لقوات النظام خلال اشتباكات في مزارع بلدة دير العصفري، هذه البلدة القريبة من بلدة المليحة التي يحاول النظام التمدمد إليها وإلى بلدة زدين. ولكن النظام الملاحظ في سياسته بعد بلدة المليحة يريد أن يدمر ما تبقى من الأحياء والمناطق التي يسيطر عليها الثوار، لا يريد السيطرة عليها. من يريد أن يسيطر لا يدمر بهذه الإشكالية وهذه السياسة الأرض المحروقة التي لا تمد الإنسانية بصلة أو عسكريا. نعم شكرا لك، شكرا لك يوسف البستاني الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في دمشق وريفها على هذه المعلومات الميدانية. ومن سوريا إلى العراق، حيث تعثرت محادثات تشكيل حكومة وطنية نتيجة عدم الاتفاق على برنامج المرحلة المقبلة والاختلاف حول نسبة مشاركة كل كتلة في السلطة، فيما استطاعت القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي أمريكي فك الحصار عن مدينة أميرلي. عملية برية واسعة النطاق عبر أربع محاور للقوات الحكومية العراقية مدعومة بالميليشيات الطائفية من جهة والغطاء الجوي الأمريكي من جهة ثانية، أفضت إلى فك الحصار عن مدينة أميرلي التي طوقها تنظيم داعش منذ أسابيع. أميرلي التي يقطنها أكثر من 15,000 شخص تلقت خلال الحصار مساعدات إنسانية من الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأسترالية، بحسب المتحدث باسم البنتاغون مارك رايت، في وقت كانت تقصف مواقع التنظيم المتمركز على أطراف المدينة منعا لتقدمه. سياسيا، تعثرت المحادثات بين الكتل العراقية الكبرى لتشكيل حكومة وطنية نتيجة عدم الاتفاق على برنامج الحكومة المقبلة بالإضافة إلى نسبة مشاركة كل كتلة في السلطة. رئيس وفد ائتلاف القوى السنية سلمان الجميلي أرجع فشل المفاوضات إلى إصرار بعض القوى التحالف الوطني الشيعي على المنهج السابق للحكومة الذي أوصل العراق إلى الوضع المأزوم الآن وسط شلل كامل في شتى مفاصل الحياة. في المقابل، تحدثت مصادر عراقية عن إصرار ائتلاف القوى السنية على نسبة 40% في التشكيلة الوزارية والوظائف الحكومية وغيرها من المؤسسات العامة، بينما يقترح التحالف الوطني الشيعي نسبة 30%. بقية الأخبار بعد الفاصل. وفيها معارك شرسة حول مطار بنغازي وسقوط عشرات القتلى والجرحى. أهلا بكم من جديد. احتدمت المعارك في المناطق المحيطة بمطار بنينة والقاعدة الجوية الملاصقة قرب مدينة بنغازي في ليبيا، وسقط قتلى وجرحى في صفوف كل من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والإسلاميين، حيث تحاول قوات مجلس شورى الثوار بنغازي السيطرة على المطار. قصف مسلحون من قوات فجر ليبيا منطقة ورشبانة غرب العاصمة طرابلس،
هذا التطور الميداني الجديد تسبب بحال نزوح كبير وانعكس بخطوة من البرلمان الليبي بتصنيف هذه المجموعة إرهابية بعد سيطرة مسلحيها على مناطق مهمة في العاصمة. وتشهد طرابلس منذ أسابيع قتالا بين ميليشيات متناحرة، لكن حدتها هدأت نسبيا الأسبوع الماضي بعد إعلان كتائب مصراتة سيطرتها على منشآت استراتيجية منها مطار طرابلس الذي تحول إلى ساحة قتال، ما أدى إلى إصابته بأضرار بالغة. وفي شرق البلاد ذكرت مصادر طبية وعسكرية ليبية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومجموعات إرهابية مسلحة بحسب القرار البرلمان الليبي في بنغازي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما حاول مسلحو الميليشيات الاستيلاء على منطقة بنينة حيث يوجد مطار مدني وعسكري تسيطر عليه قوات الجيش الوطني بعدما هاجموا معسكرات عدة للجيش. وذكرت مصادر عسكرية وسكان إن صواريخ جراد أصابت المطار المدني. سياسيا أعلنت قوات فجر ليبيا أن اعترافها بالبرلمان وحمايته في أي مدينة مشروطان بالتزامه بتسلم السلطة من المؤتمر الوطني العام وفقا للدستور، في حين قال المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني عمر الحاسي إن التعاون مع المجتمع الدولي سيكون من أولويات حكومته. أعلنت السلطات الجزائرية الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين خطفتهما مجموعة إسلامية مسلحة في مالي منذ نيسان 2012. وفيما استقبل رئيس الحكومة الجزائرية المفرج عنهما الدبلوماسيين مراد قساس وقدور ميلودي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية عدم دفع فدية احتراما للموقف العقائدي للبلاد والتزاماتها الدولية من دون أن تريد أي تفاصيل عن ظروف الإفراج. وشددت الخارجية الجزائرية على أنه طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات المختصة جهدا للحصول على إطلاق سراح هؤلاء الدبلوماسيين من دون قيد أو شرط. أوصى البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بتحميل رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولية تنامي تنظيم الدولة الإسلامية وتوفير الدعم الكافي لعدم انزلاق العراق إلى الفوضى. سوريا، العراق وأوكرانيا، ثلاثة ملفات حامية حضرت على طاولة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ختام أعمال قمة الاتحاد، مع توصية بإجراءات تخص تمدد تنظيم داعش والتوتر بين أوكرانيا وروسيا. البيان الختامي لقادة الدول الأعضاء تصدره الاتهام المباشر ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد بمسؤوليته عن تنامي تنظيم الدولة الإسلامية بسبب عدم الاستقرار في سوريا وشنه حربا وحشية على شعبه، إلى جانب تجديد الدعوة إلى حل سياسي عاجل لمعالجة الأزمة. الاتحاد الذي ناقش أيضا الوضع في العراق اتخذ بعض القرارات الآيلة إلى عدم انزلاق الوضع الأمني من خلال تقديم المساعدات العسكرية اللازمة للسلطات لوقف تمدد داعش والقضاء عليه وحظر شراء النفط الذي يحاول تصديره. هذا بالإضافة إلى التوصيات بضرورة تكوين حكومة تمثل مختلف أطياف المجتمع العراقي. بالموازاة قررت القمة الأوروبية أيضا مواجهة التشدد الإيديولوجي داخل الاتحاد نفسه عبر سلسلة إجراءات وقائية، منها وضع بيانات للمسافرين الأوروبيين لوقف انتقال المقاتلين من أوروبا إلى سوريا والعراق. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أمهلت دول الاتحاد الأوروبي موسكو أسبوعا لتغيير موقفها في أوكرانيا، وإلا وقعت تحت طائلة عقوبات اقتصادية جديدة ستستهدف خصوصا قطاعي المال والطاقة، كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي الرياضة بعد الفاصل، رونالدو لا يلعب قبل ديربي مدريد أمام أتلتيكو الشهر المقبل. ونصل إلى النشرة الرياضية مع محمود. مساء الخير محمود. مساء الخير يا نادي، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. شكرا. خطف طرابلس فوز مهم من العهد بنتيجة 1-0 ضمن منافسات كاس النخبة لكرة القدم، وبمباراة تانية حسم الصفا تأهله للدور نصف النهائي على الرغم من تعادله مع الراسينج بلقاء كان سلبي أداء ونتيجة. بألمانيا أهدر حامل اللقب بايرن ميونخ نقطتين عندما تعادل مع مضيفه فريق شالكي على ملعب فيلتنز أرينا بالجولة الثانية من البوندسليغا. الفريق البافاري اللي شارك معه لاعبه الإسباني الجديد تشابي ألونزو المنتقل حديثا من ريال مدريد تقدم بالدقيقة 9 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي اللي سجل هدفه الأول مع فريقه الجديد، لكن شالكي أدرك التعادل بالدقيقة 61 بواسطة بندكت هوفيدس.
وبمباراة تانية حقق باير ليفركوزن فوزه الثاني على التوالي وانفرد بصدارة البوندسليغا بست نقاط عندما تغلب على هيرتا برلين 4-2. سجل هدفي الفريق الخاسر تيم جيدفاج خطأ بمرمى وجوليان شايبر، بينما تناوب على تسجيل أهداف ليفركوزن الأربعة كل من الكرواتي جيدفاج، البوسني أمير سباهيتش وجوليان برانت والمغربي كريم بالعربي. هدف رائع للاعب المغربي بالبريمير ليج، وعلى الرغم من مشاركة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا واصل مانشستر يونايتد معاناته وعروضه المتواضعة وتعادل من دون أهداف مع مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز. كما شهدت الجولة الثالثة سقوط مانشستر سيتي باستاد الإمارات أمام ستوك سيتي، بينما كان تشيلسي الفائز الأكبر بهالمرحلة عندما سحق إيفرتون بالجوديسون بارك 6-3 ليتصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن سوانزي سيتي اللي تغلب بدوره على ويست بروميتش ألبيون. لن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق ريال مدريد الإسباني بمباراته الليلة بالجولة الثانية من الليغا أمام ريال سوسيداد. صحيفة أس الإسبانية أكدت أن رونالدو راح يخضع للراحة الإجبارية حتى 13 أيلول سبتمبر المقبل حتى يتخلص تماما من مشاكله العضلية والألام بالركبة اللي عم بيعاني منها. رونالدو اللي غاب عن تدريبات الريال مبارح راح يكون بخير بعد أسبوعين حسب تأكيدات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اللي أضاف أنه إراحة رونالدو هي للتعافي التام قبل مباراة أتلتيكو مدريد بالليغا ومباريات دوري أبطال أوروبا. تواصلت منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك، وما شهدت مسابقة فردي الرجال أي مفاجأة كبيرة مع مواصلة الكبار انتصاراتهم. فالمصنف الأول على العالم الصربي نوفاك جوكوفيتش عبر بسهولة للدور الرابع بعد فوزه السهل على الأمريكي سام كويري 3-0، وهو رح يواجه بالدور المقبل الألماني فيليب شرايبر اللي تمكن من تحدي الأمريكي جون إسنر. كما تأهل إلى الدور نفسه كل من البريطاني أندي ميري بفوزه على الروسي أندري كوزنيتسوف، لاملقة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز على الإسباني بابلو كارينو بوستا. وإذا كانت بطولة فردي الرجال ما شهدت مفاجآت كبيرة بأدوارها الأولى، فمنافسات فردي السيدات تواصل فيها سقوط الكبار. آخر الأسماء الكبيرة اللي ودعت بطولة US Open كانت التشيكية بيترا كفيتوفا بعد خسارتها بالدور الثالث أمام الصربية ألكساندرا برونيتش المصنفة بالمركز 141، واللي راح تواجه بالدور المقبل البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا اللي تخطت الروسية يلينا فيسنينا. ووصلت المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا ويليامز مشوارها بنجاح وعبرت بسهولة للدور الرابع بفوزها على مواطنتها فارفارا ليتشينكو. انطلق الإسباني مارك ماركيز دراج فريق هوندا وحامل اللقب من المركز الأول بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية في موتو جي بي. ماركيز اللي فاز بعشر سباقات من أصل 11 الموسم كان الأسرع بالتجارب التأهيلية على حلبة سيلفرستون وودلاندز لينطلق من المركز الأول إلى جانب الإيطالي أندريا ديفوزلوسو متسابق دوكاتي والإسباني خورخي لورينزو دراج فريق ياماها. على كل حال بهالوقت مفروض سباق جائزة بريطانيا يكون انتهى، وقبل لفة من انتهائه لحظة دخولنا الاستوديو كان ماركيز متصدر هالسباق. لهون بنكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي ختام هذا تذكير بعناوين النشرة: جبهة النصرة تطلق سراح 5 عسكريين واجتماع أمني في السراي لبحث المستجدات. لقاء سيدة الجبل يشدد على نبذ التطرف، والسنيور يقول نريد رئيسا ينحاز لإعلان بعبدة لا للمحاور الأقليمية.
فصائل الثوار يطلقون معركة تحرير معسكر وادي الضيف، والكتيبة الفلبينية في القوات الدولية في القنيطرة تنسحب إلى مقر آمن. وكان في الرياضة تعثر بايرن ميونخ، وبالعربي يقود ليفركوزن إلى فوز مثير في البوندسليغا. وفي الختام نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هذه الكلمات العامة الفلسطينية.